وقد آن المقام أن يطلق الله ويطلق فيه الأنامل ثم استفاد من فهم صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أعظم الشمائل وهنا حسن أن نخبث ما باق إلينا في شأن هذا الحبيب من أخوان وآثار ليتشرف بكتابته القلم وتلقى عصمة الإنسان في حلاقه الأصباح والأبصار بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المبع في هذه الصورة فالنور هذا الحبيب أفضل مخلوق مما رسى في العالم ومن متفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقارب وقد أخرج عبد الرزاق لسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصصنا أنشاء في المبنية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب بطون من شرفت من العالمين فتنقى هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أصرت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فلما فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد أن حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عملا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت برزه العالم شهادة وقرب وقت برزه العالم شهادة لتم سطع على أهل هذا العالم فيعطات فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم Oh,
وقرض عليك في الله درة المكنونة والجوار موصولة والكون كله يصبح يبكي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شركها يسرات والعيون متشوقة إلى بروز متشوقة إلى لقاء جواهر كنوز فكل دابة لقريش نظمت ببصره العبارة معلنة بكمال البشارة فما من حبل حمل في ذلك العام إلا أتت بحفرها بغلام من بركة والسعادة هذا الإمام ولم تدر الأرض والسماوات وتضيعت بوت الفرح بملاقة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفا إلى عالم الظهور فرغمه بالبطون والزهور أظهر الله بوجود مهجد تكريم وصد بعالم الفتك الكبير بعيد البشر والتعظيم بمروز هذا البشر Yes.
Yeah.
وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء بأمرين، وقيل أن له شرفا على مجده وسفا. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع أول أيام يوم الاثنين، وموضع عبادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا مقحولا مقطوع السره، تولت ذلك لشرفه عند الله اي القدره. ومع برزه الى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على انه اشرف المخلوقين وافضل الحبائب. فقد ورد ان عبد الرحمن بن عوف عن امه الشفاء رضي الله عنهما قالت: لما ولدت امنه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهلا، فسمعت قائلا يقول: رحمك الله او رحمك ربك. قالت الشفاء: فاقضى له ما بين المشرك والمغرب حتى نظرت الى بعض قصور الروم. قالت: ثم البسته واطيعته فلم انشف ان غشيتني ظلمه ورعب وقشعيره عن يميني. فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب. وأسفر ذلك عني، ثم عاودني الرعب والظلمة والقصائرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق. قالت: فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله، فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرفه عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعى، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وبذلك يصل الختم كما يصل الدرس.
التقدير عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة يا خير